أكلتونا العيش بالاسم، أكلتونا العيش بالاسم. مطالبنا مش هزار، مطالبنا مش هزار. هتروح ليه يا بتاك وحمار، هتروح ليه يا بتاك وحمار. دوبنا في الأول قال إحنا عايزين نعمل وقفة عند النقابة، وبالتالي التصريح اللي اتبعت لجهات الأمن بإن في وقفة عند النقابة ما اتبعتش تصريح بإن في وقفة عند الوزارة. إحنا نخشى في الحقيقة على الزملاء. ايوه لو رحنا عند الوزارة لا مش دلوقتي، بعد في كده اي حاجه كده من تحت لتحت من ورا ظهرنا يسحبوا واحد من النص. ايوه ماشي، هنتكلم بعد كده، هنتكلم على دلوقتي، لان الاعتصام دوت اصلا فكرته لازم تكون في اخر حاجه، لان مش كل الناس هتكون مهيئه ان هي تعتصم. كويس، ها فدي في الاخر. ولو الاعتصام بقى عايز اعتصام المفروض يبقى قدام الوزاره، لان هو دوت اللي هيبقى فيه ضغط. انما هنا برضه ان احنا نعتبر في بيتنا قاعدين في بيتنا ما بنعملش حاجه. الاعتصام قدام الوزاره مشكله امنيه رقم واحد، دي مشكله معيشيه رقم اثنين. انت عايز تاكل ما عايز تشرب عايز تدخل الحمام، طب خلاص يبقى وقف وعايز تقعد في الضلمه. يعني كل الامور دي عند الوزاره مش متاحه عشان نتكلم كلام عمل. يعني يبقى الانسب حاليا وقفه قدام الوزاره، والاعتصام يبقى بعد الوقفه اللي قدام الوزاره. بص يا جماعه عشان نبقى عملي، احنا بنعمل وقفات ازاي؟ احنا بنكتب الاخطاء وبنبعته خمسه، ماشي، ما بيتردش عليه. والقانون بيقول ان لو ما تردش خلال 72 ساعه يبقى ده من حقك. احنا بنستغل ده، بنستغل ان ظهرك للخطه في انت محسوب. الحقيقه عند الوزاره اعتقد الكلام هيبقى مختلف. هنبعت فتوى يقول لك لا، القانون بيقول المنشات الحيويه تابعه مش عارفه جمعيه عامه، يبقى ده اصعب عمليه. انا متخيله ان الوقفه قدام الوزاره ممكن تبقى مصيده بان في مجموعه موجوده وكل يوم بنروح وبنفوت وبنرجع، بنفوت وبنرجع، فده بيخليهم مش مرتاحين. انت عايز تضغط عليهم مش كده؟ في حاجه هنا في حدوته دايما مفتوحه وبنبعت ناس بيرجعوا كل يوم، فالقصه مستمره، القصه ما نزلتش. فاهم قصدي؟ تخيل كده ان احنا هنبعت النهارده، عملنا الوقت وهنبعت افطار حاجه يوم الثلاث او يوم السبت الجاي او زي ما اتفقوا، ماشي، وهيجي لك في اخر وقت هيقول لك لا دي منشاه حيويه وغير مسموح. برضه مسرح يا مسماعه، برضه مسرح الوزاره عايزاك تتمرمط، الوزاره عايزاك تتمرمط.